هاي ما شاء الله أكثريتهم أبطال وجايين من مدارس مختلفة بالمملكة وطريقة تفكير مختلفة، وأحلى إشي إنه اللجنة الأولمبية جمعتنا على هالبساط الواحد. تدريبات قوية، والحلو بالموضوع أكثريتهم خارج المضمار اللي إحنا بنتدرب مع بعض فيه، كمان تدريباتهم قوية جدا لحالهم، فأنا متأكد من إنه راح يكون في نتائج كتير كويسة. في عنا أبطال حيدر الرشيد لما أوريدي هذول متعودين على الميداليات، فما راح يكون إشي جديد عليهم.